قال وزير التجارة والصناعة طارق قبيل إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي المرتقبة للعاصمة المجرية بودابست مطلع الشهر المقبل تسهم في دفع العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزز من التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وأكد قبيل على أن فعاليات المنتدى المصري المجري والذي سيعقد على هامش زيارة الرئيس سيحظى بمشاركة من الشركات المصرية المهتمة بالاستثمار في المجر باعتبارها محورا رئيسيا لنفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق أوروبا الشرقية.